ما في تواصل مع النائب السابق وليد جنبلاط؟ لا بعد الانتخابات لا. ليش؟ لأنه ما كنتوا عم تعملوا هدول الجولات والمحبة والألفة بس ما في هو كمان يعمل حملة علينا اللي عملها ويتهمنا بأنه نحن عملاء لإيران وحزب الله، وبعد الانتخابات يجي يقعد معهم هو ويقول لهم يعني أنا بدي هن إجوا قعدوا معه؟ لا هو اللي بيقدر مش اللي بيقدر. طيب بس هن إجوا على كليمانسو؟ هو مش بدي مين راح ومين إجا هلق، يعني أكيد إنه أكيد بروتوكوليا هن بدهم يجوا، يعني مش هو رايح يشوف السيد تيروحوا، بس بروتوكوليا أكيد إن بيجوا لعنده على كليمانسو، بس هو اللي بيقدر طلب يشوفهم يعني وتمنى إنه يشوفهم وحكي بالإعلام، وما في الواحد يكون ما انا ضد انه يكون باستعمل الانتخابات بشرع كل الوسائل تعمل انتخاباتي وبعدها الحس كل شيء كانه ما صار شيء. انا ماني هيك. المير ما سالته رايه رغم عرفت انه صار محاوله للاتصال بيناتهم ما قبل. ما قبل مين؟ المير بيعتبر انه جنبلاط هو اللي يعني ساهم باسقاطه علي. يعني انت شو بتعتبري؟ المجتمع المدني نقى مارك ضو صحتين على قلبهم. ما حدا طب بركي اذا هلا اليوم نائب وليد جنبلاط وقال انا ما بدي اياه لهذا المقعد الثاني، بس انا لازم نحترم اراده الناس ومن سمت الناس ولا بد من اختيار شخص من هذا المجتمع المدني. مش عم نحكي نحن بمين سقط ومين نجا، لا انه حدا وزير من المجتمع المدني من الطائفه الدرزيه. عم نحكي بالحمله اللي صارت قبل. نحن عم نحكي بالحملة اللي صارت قبل. نحن هلا انتم ما قصرتوا ببعض كمان. نحن لا 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 ابدا ولا كلمة نحن ما حكينا. ما حكيت ولا كلمة. بتحرك طالعي لي كلمة. ولا ما كلمة. طلعت معي ما خليت كلمة بالوزير بالوزير مروان حمادي. مختلفة القصة. شو مختلفة؟ ما تركت سلاح ما استخدمته بالمعركة الانتخابية. شو قلت عن الوزير مروان حمادي؟ شو ما قلت؟ قلت له 40 سنة هلا بعد بده يعمل بالأربع سنين، إذا عمل بالأربع سنين ما عمله بالأربعين سنة كمان بدي دعسك على رقبتي. هو وزير سياسي. هو نائب سياسي يعني بالاخر اسم أوكي. مروان حميدة الرجل عنده تاريخ سياسي ووجوده بهذا التكتل. يعني شو بعمل لك شو خص هو سياسي شو خص المتحف أوكي. اذا هيك يعني بدك تقول هالكلام عن رئيس جمهوريتنا اذا فكره العمر يا مثلا يا اختي تقبل تقول هيك حكي انت او عن رئيس مجلس النواب بكشليني من هالموضوع ما تبكي تروي على محل اخر. انت عم قلك انا وزير ما عمل شيء بمنطقه نائب ما عمل شيء بمنطقته سياسي شو كله بيشتغل سياسي يعني شو قال اذا بيشتغل سياسي واحد مش لازم يشتغل لمنطقته او مش لازم يشتغل هو لناسه. بيقول انه اشتغل لمنطقته ايه اوكي الناس بتقرر يعني قررت الناس مزبوط كتير قررت. مروان حميدي عنده 200 صوت ولك يا حبيبتي لو ما اصوات الوزير جنبلاط. وزير جنبلاط طب ما هو في هذا الحلف عنده لحظه ما تبقيش تسأل اسئله كمان نضحك فيها على الناس. ما هلا بتصير عم يحكي واحد امام راي عام بصير اذا سال سؤال طيب معروف يعني. معروف شو هو جوابه بيكون مثل عم يضحك على الراي العام. الوزير جنبلاط يمثل اكثريه درزيه طيب ما حدا هيدي قادر ياخذها منه والاخرين يمثلون ولكن الاخر كل اللي بيجوا مع الوزير جنبلاط بيجوا باصواته ما حدا عنده حيثيه معينه. طيب إيه يعني ما بس مين اختلف الموضوع الرجل هو مرشح على لائحة طيب التقدم هو عنده 50,000 لا هو كمرشح على لائحة التقدم مش هو بيقدم حاله خارج اللائحة ما هو حليف وموجود معه اوكي ما حدا قال لك انه التقدم ما عنده هل قد